نكتة في نملة تبكي وهي تتابع التلفزيون. ليش؟ ليش؟ عشانها عشان طلع لها إعلان مبيد حشرات وقامت تبكي النملة. ما فهمت. في ترى النملة كانوا أهل اللي في الصالة جالسين أهل ذا، كان في نملة جالسة في الزاوية ما كانوا يدرون عنها. وهلا جالسين كلهم؟ لا هلا هم حنا جالسين، هم هي نملة وطلع إعلان مبيد الحشرات. إيه. يوم طلع النملة قال النكتة أصلاً النملة إنها ينبكت ليش؟ قالوا عشان طلع الإعلان مبيد الحشرات في التلفزيون وقامت تبكي النملة، عرفت؟ طيب ومن سألها وعرف أن النملة بكت من الإعلان؟ طلع إعلان التلفزيون. وش دراها من هو الإعلان؟ هم الإعلان يوم طلع في الحشرات هي قامت تبكي، يعني تقول يعني عرفت تذكرت أن هذا يذبح. ولا لا كتاب ولا صوت؟ يعني سمعت ولا قرأت؟ الصورة لا، هي ما تسمع، هي شافت في التلفزيون. شافت التلفزيون. ايه ما عرفتك كنت لابس الابيض. اصبر بالله خلها عشان ما تضيع السالفة. من شاف النملة شاف دموعها وهي تبكي؟ يا اخوي ما هو بدموع يا ابن الله يرحم والديك. هو ما هو بدموع، يجعل ابوك وامك في الجنة الله يسعد امك. هي مو دموعي ابن حلال، شفت النملة إيه؟ يما شافت مبيدات الحشرة بكت هي. قالوا ليش بكيتي؟ أدريها شايفة في التلفزيون مبيد حشرات. حلو من اللي قالها ليش بكيتي؟ أمي اللي عندي في البيت. إيه النملة صارت تعرف أمي كثير، لأنها تمر عند أمي كل شوي تأخذ أكل من المطبخ وراجعة لغرفتها. سألت أمي ليش قالت أنا شايفة مبيد حشرات عندكم في العيات تلفزيون. هي خربت اصلا النكته والعالم اصلا انتقدوني وبتفشلتني انت. بجيب لك نكته ثانيه. طيب. هي شافت مبيد حشرات في التلفزيون، يوم شافت مبيد حشرات في التلفزيون بكت هي، شافت مبيد لا انت تقول شافت ذا في الدعايات بكت النملة، يم بكت قالوا ليش بكيتي؟ قالت جايبة مبيد حشرات في التلفزيون، شافت ذا، عرفت؟ شافت ذا، واضح؟ خلاص. من اللي سألها؟ يا أخوي ما حد سألها، هي نكتة الله يرحم والديك، نكتة، خلاص أنا تايب لله بروح أنا ما أدري تفتك بنفسك، أقول لك هي نكتة شافت مبيد حشرات وخلاص. الساعة كم شافتها طيب؟ أو دين الله يا مسلم يا بركان، خلاص يرحم أمك. ما يصلح تتعبني زي كذا، الله يخليك. طيب شلون بجيب لك واحدة ثانية، في واحدة وش اسم النملة؟ يا مسلم خلني أركز على الدرس الثاني، بجيب لك نكتة ملعونة والدين أقوى من ذيك الثانية، وش رأيك؟ أوكي. طيب هي المفروض إنها ما تموت، يمكن يا مسلم الله يرحم الحالة النفسية ما قابل وجهك. أنت إيش فيك أنت من يوم رحت الصين أنت طيب ترى. بس أنت لخمتني لأن النمر السعودي ما يبكي. سعودي لا يخاف. يا مسلم اعطيك نكتة تقعد ترجع لي من هنا، اعطيك نكتة من هنا ترجع لي من هنا، انت صاحي. انت